دير الأحمر معروفة بأنه عيالها أصلها من بشري والعقورة. نزلت العيال من الجبال العالية على المقلب الشرقي للجبل لتمارس الزراعة بالسهل. أكثر من 100 عائلة في دير الأحمر لاعتماد إنتاج زراعي ذو عائدات لائقة لكافة الأسر المعنية في البلدة، وقد ساهم هذا التعاون على تبادل المعرفة المتعلقة بالإنتاج الزراعي فيما بينهم والتفاوض للحصول على صفقات أفضل من التجار. زجعت الناس وبلشت بالزراعة وعملوا تعاونية باسم هيليوبوليس بال2002 وبلشت تنطلق القصة معهم. بلشوا بشي 50 دلم بالأساس، وصلت ل 3000 4000 دلم صارت هلا وانطلقت. في شي 250 عائلة عم تستفيد من هذا المشروع وعلى الزيات كمان. موسم القاطف منبلش فيه الصبح على 6:30 11:30 حسب ما نكون مديرين اياه، مرات 12 اكثر شيء بنوقف. ما بعد 12 ما عاد نقطف لانه بيحمل الطقس وما عاد بيسوى العنب يكون بالشاوب يعني. هلا نحن هلا بعد شوي تيم بنحمل وبناخذ على البراد دول.